اهلا وسهلا بيكم في فيديو. الفيديو ده خاص بكتاب الامتحان، بس احنا هنتكلم عن طبعه 2020 اللي هي طبعه السنه اللي فاتت، عشان لسه طبعه 2021 لسه ما نزلتش، بس قريب خالص هتنزل وهنعمل عليها ان شاء الله فيديو تاني. الكتاب اول ما هتشتريه كان ثمنه 60 جنيه السنه اللي فاتت، اول ما هتشتريه هتلاقيه مكون من جزئين، جزء صغير كده اللي هو خاص بالامتحانات والاجابات، وجزء كبير. الجزء الخاص بالشرح ده مهم جدا وقيم جدا. هو مقسمه، يعني اول ما هتفتح كده هتلاقي الفروع بتاعتك، توزيعة المنهج اللي هي بتاعة الوزارة، زي توزيعة المنهج بتاعة الوزارة بالظبط. بعد كده الميزة الحلوة الكويسة جدا ان هو حاطط لك كل حاجة بلون. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا مجال القراءة باللون الاخضر، مجال البلاغة باللون الازرق، وهكذا، كل حاجة بلون زي ما انت شايف كده. فده في حد ذاته هيوصلك للي انت عايزه بسرعة. يعني انا مثلا عايز البلاغة باللون الازرق، هتبص تفتح كده هتلاقي البلاغة، هتجيبها بسهولة البلاغة. تمام، ده الجزء الخاص بالبلاغة. طيب هو تقسيمته مقسم من جوه كويس جدا. بعد كده طبعا هو مديك الفهرس ورا برضه عشان توصل للموضوع بسرعة. عندك فرعين زادوا السنة دي، فرع البلاغة وفرع الأدب. طيب تيجي تفتح كده عن كل فرع ونشوف باختصار كده هو جايبه ازاي أو عرضه ازاي في كتاب الامتحان. أول فرع اللي هو مجال القراءة. القراءة هو جايب لك ازاي الأسئلة هتيجي أو المطلوب منك في الدرس ده ايه. يعني مثلا في مجال فهم الموضوع، هتفهم الموضوع ازاي؟ هو محدد لك بقى عشان تفهم الموضوع ازاي. طيب في مجال تذوق الموضوع ونقده، يعني ايه تذوق الموضوع ونقده؟ دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في ثانوي عام خاصه بالقراءة. يعني هل تحكم انت عن الموضوع ده ايه، ان هو الكاتب نفسه وفق في عرض الفكره دي ولا لا؟ يعني الكاتب مثلا عايز يوصل للفكره دي، او في العرض نفسه، عرض الكاتب نفسه للفكره دي، هل هو قدر ان هو يوصل الفكره ولا لا؟ يعني واحد مثلا بيتكلم عن التلوث، هل هو استعان فعلا ببعض المظاهر او بعض الحاجات الخاصه بالتلوث ووفق في عرض الافكار دي ولا لا؟ وده طبعا هتعرفها من خلال التدريب الكتير ومن خلال معرفه الحاجات الخاصه بالاسئله دي. طيب هو محدد لك بقى ازاي كل نقطه ازاي تقدر تجاوب عليها، ودي من الحاجات المهمه جدا. بعد كده هتلاقي الموضوع نفسه. طب الموضوع نفسه هل في موضوعات في السنة؟ اه طبعا في موضوعات. طب الموضوعات ده هتيجي في الامتحان ولا لا؟ مش هتيجي في الامتحان. يعني كمثال عندك اول درس اللي هو مكارم الاخلاق لحاتم الطائي، ده درس بيتكلم عن شخصية من الشخصيات العربية اللي هو حاتم الطائي، وان هو كان كريم وكده، والاخلاق اللي كانت عنده والكلام ده كله. الدرس انت لما تقراه ما فيهوش مشاكل خالص وكده. طب الاسئلة بتاعته هتيجي ازاي؟ لازم تفهم مضمون الدرس، بمعنى ان هو حاطط لك الحاجات اللي هي تفهمك الموضوع اهو. يعني ده اللي بيميز الكتاب بصراحه، انا من وجهه نظري ان هو كتاب قايم جدا في الموضوع ده. حاطط لك كل حاجه بتميز الموضوع، يعني بتقدر من خلالها توصل اللي انت عايز توصله، اللي انت عايز توصله في ثانوي. يعني اول مثال مثلا بيقول لك تحديد معنى او مضاد كلمه، ازاي انا اقدر احدد معنى او مضاد كلمه من خلال الفكر نفسه، من خلال الفهم نفسه مش من خلال الحفظ. هتلاقي الكلام ده موجود في كتاب الامتحان. طيب انت بتقول لي ان هو مش هيجي عليه اسئله، او مش هيجي عليه اسئله، بس هو حاطط لك قطع من القراءه المتحرره. بقى القراءه المتحرره يعني موضوع تاني خالص، ممكن بيتكلم عن حاتم الطائي، لا هو حاطط لك اسئله عن موضوع تاني خالص، ومن خلال الدرس هتطبق عليه. يعني من خلال اللي فهمناه مثلا ان احنا نقدر نجيب الفكره الرئيسيه للمضمون للمقال نفسه ازاي، هو حطها لك. تمام، ازاي نقدر نجيب مضاد او معنى كلمه، هتلاقي الاسئله موجوده. طيب ده في مجال القراءه، وهو الكتاب كويس جدا في مجال القراءه. طيب هو كويس جدا في كل المجالات على فكره، يعني مش مجال القراءه بس. طب تعالوا ندخل بقى على مجال البلاغه. البلاغه دي طبعا اول مره تسمع عنها، وهنتكلم طبعا في فيديوهات هنشرح ان شاء الله الفيديو الجاي، انتظروني كده عن اول ايه اول درس في البلاغه. طيب البلاغه هو حاطط لك اهو باللون الازرق، طبعا موضح لك يعني ايه بلاغه الاول، والفرق بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. بعد كده موضح لك بقى كل الدروس اللي عليك.
هتلاقي الدرس بعد كده التدريبات بتاعته، تدريبات عليه. طب هيجي في الامتحان ازاي؟ هو حاطط لك اهو قطع. يعني تخيل كده لو انت مثلا جينا على درس التشبيه، خلاص دي الاسئله، الاسئله دي بالظبط هتلاقيها زيها زي اسئله اخر الترم او الامتحانات، زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض كده في الجزء الخاص بالامتحان. وفي اجابات طبعا، الاسئله دي حلاوتها ان هي فيها اجابات، فمش هتتوه. يعني انت عارف ان السؤال هيبقى موجود والاجابه بتاعته انت هتجاوب وتتاكد بقى ان الاجابه دي صح ولا لا. طيب بعد كده هو بقى مخلص لك، ندخل بقى على الفرع التاني اللي هو مجال النصوص. الناس اللي هتسال عن النصوص، النصوص الادبيه نفسها نفس اللي في كتاب المدرسه بالظبط. طب هتيجي في الامتحان؟ لا مش هتيجي في الامتحان، الفكره زيها زي القراءه المتحرره بالظبط برضه. نصوص متحرره بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هيدي لك الدرس، يعني كل درس مقرر عليك هتلاقي ازاي تقدر تحلل الدرس ده، اهو فهم النص ازاي من خلال تحديد معنى او مرادف كل كلمة في النص. طب نحددها ازاي؟ برضو هو شارح لك الكلام ده كله. تذوق النص، يعني تذوق النص يعني كمثال مثلا قالك تستنتج الخصائص الاسلوبية للكاتب، تحديد الغرض من النص الشعري، هل الغرض ده ايه؟ الكلام ده كله انت هتعرفه ان شاء الله، يعني لما تبدأ كده تدوس في المنهج والمدرسين يشرحوا لك وكده هتفهم الحاجات دي كلها. الفيديو ده يعني انا عامله مخصوص عن كتاب الامتحان لان هو كتاب قيم فعلا يعني. فبتلاقي كل حاجة هو مطلوبة منك، وده حاجات لازم تقراها، يعني حاجات كويسة جدا يعني. لو قريتها وفهمتها هتقدر تتوصل للي هو عايزه. طب ينفع ان انا اعتمد على نفسي انا في الفيلم؟ يعني انا هقول لك بنسبة 90% مش هينفع والله، يعني مش هينفع تعتمد على نفسك، لازم انك تروح المدرسة والمدرس يشرح لك، تمام؟ لازم ان يكون في حد يوصل لك المعلومة بطريقة كويسة، يعني بطريقة تخليك انت كطالب تقدر توصل للمعلومة دي وتقدر تعرف المعلومة دي. طيب بعد كده هتلاقي تحليل بقى، تحليل النص نفسه. ندخل بقى على النص، يعني النص مثلا اول نص عندك اللي هو شباب تسامى للعلا وكبر. اول نص ده نفسه نفس كتاب المدرسه بالظبط، اهو النص مع المفردات بتاعته والشرح بتاعه والحاجات المتعلقه بيه، خلاص والجماليات اللي فيه، مفيش اي جديد خالص، زيها زي السنين اللي فاتت خالص. طب ايه الجديد؟ ايه الجديد اللي انت مش هتمتحن في النص ده؟ طب السؤال هيجي ازاي في الامتحان؟ ملوش علاقة بالنص خالص اهو. يعني هو جايب لك مثلا اسئلة زيها زي المتحرر، زي النص المتحرر اللي هيجي في الامتحان عن النص ده. هتلاقي القطعة والاسئلة بتاعتها. طب الاسئلة دي هجاوبها ازاي؟ من خلال الفهم، من خلال اعتمادك على الفهم. طيب بعد كده تدخل بقى على النصوص المتحررة اللي زيها متحررة، هو كاتب لك اهو نماذج او جايب لك نماذج من النصوص المتحررة، وده يعني من الحاجات اللي هو مميزة جدا لكتاب الامتحان. طيب جايب لك السؤال، هو طبعا مجاوب لك عليه في الكتاب الصغير. طيب بعد كده بقى مجال النحو، الناس اللي عايزة تسأل عن النحو، الناس اللي طيب اول حاجة هنقولها خصوص النحو، حاجة جديدة بتاعت السنة دي بقى الخاصة بالنحو، إن النحو مش قطع، النحو مش هيجيلك في قطع. في إعدادي كان بيجيلك وابتدائي طبعا بيجيلك قطعة ويقول لك استخرج من القطعة معرفش إيه واعرب كلمة إيه. لا المرة دي مفيش قطع، المرة دي في سؤال اختر، يعني مثلا هيجيب لك سؤال يقول لك إعراب كلمة كذا تعرب إيه في الجملة دي، فاعل مفعول خبر مبتدأ، هتلاقي الاختيارات دي كلها. طب ده سهل ولا صعب؟ مش هنقول سهل ولا صعب لان هو سهل وصعب في نفس الوقت. سهل لو انت فاهم، ده الحاجه المميزه جدا بقى. صعوبته بقى ان هي مرتبطه بالسنين اللي فاتت، يعني لازم أن تكون عارف النحو كله بتاع السنين اللي فاتت. ليه؟ لان هو منهج تراكمي، ممكن يجيب لك مثلا سؤال متعلق بثالثه اعدادي، يعني كلمه مثلا ممنوع من الصرف مجروره بالفتحه ويدخلها لك في درس من الدروس اللي مقرر عليك ويقول لك اختار. السؤال برضو اللي انا يعني بلاقيه فيه صعوبه شويه للطالب اللي هو تلات كلمات، يجيب لك تلات كلمات في الجمله ويقول لك اعراب التلات كلمات دول بالترتيب ايه.
طيب ناخد مثال، اجيب لك مثال عن الموضوع ده. اهو سؤال رقم 5 اهو عندك، هتلاقي الجملة واخد بالك فيها 3 أسئلة عايزين، أو 3 كلمات عايزين يعرفوا. ده من الأسئلة اللي هي صعبة جدا ومحتاجة فهم جدا، محتاجة الربط بالمعلومات اللي فاتت بالنحو اللي فات، فدي من الأسئلة اللي محتاجة تركيز جامد جدا. ده خاص بالنحو طبعا. الأسئلة زي ما انت شايف اهو 10 أسئلة هتلاقيهم في الامتحان إن شاء الله لما يجي لك الامتحان، وهنشوف دلوقتي مع بعض صورة من صور الامتحان. 10 أسئلة كلهم اختيارات، ده مجال النحو. مجال القصة بقى، القصة حضرتك للقراءة فقط، يعني مش هتيجي في الامتحان. طب فايدتها ايه؟ فايدتها ان هو ممكن يربطها لك بموضوع تعبير. هنشرح الكلام ده إن شاء الله في فيديو تاني خاص بالقصة. الفكرة ان انت هتقراها كده كقراءة عامة، وهنشوف موضوع إن هي ممكن تيجي في الامتحان إزاي. أشوفكم إن شاء الله. شوف طيب نبص بقى للكتاب الصغير. بعد ما خلصنا الكتاب الكبير تيجي للكتاب الصغير. الكتاب الصغير قلنا إن هو فيه جزء خاص بالإجابات عن الأسئلة بتاعت الكتاب الكبير، تمام. ده الإجابات أهي، بتلاقي الإجابات موجودة عن كل فرع برضه هو مقسمها. طيب تيجي تبص بقى للنماذج اللي هو حاططها، الحاجات المهمة جدا، النماذج اللي هو حاططها بتاعت الامتحان. يعني مثلا تطبيق، كأول تطبيق اهو، خلاص اهو ده بالظبط اللي بتروح تلاقيه في الامتحان بالظبط. الأسئلة دي شبه ده شبه الامتحان آخر الترم بالظبط، وده كويس بقى إن أنت تتعود إن أنت تحل بقى. يعني أنت ممكن تبقى مع المدرس شغال، أو مع المدرس في المدرسة بيشرح لك دروس، وأنت بتيجي تطبق في البيت. فده حلاوة كتاب الامتحان، كويس جدا بصراحة، وكتاب قيم جدا. طيب بتلاقي برضو الأسئلة اهي، ادي الأسئلة القراءة طبعا. يعني طبعا هنتكلم عن امتحانات